الدقيقة 89، الدقائق تمر مسرعة على كلا الفريقين. هذا منذر، منذر هدأ الإيقاع منذر بالتوقف والانتظار، أعطى فرصة للاعبي سحاب للعودة والإغلاق والهدوء. الكرة الآن تصل مجددا لمنذر داخل المنطقة وجول، جول، جول، وأخيرا الوحدات يسجل. صعوبة وإثارة، وفي الدقيقة الأخيرة الوحدات يسجل. التمريرة كانت من منذر ورجائي عايد، يعني من شدة الضغط العصبي رجائي عايد لم يحتفل بالهدف، وكأنه هدف الراحة، هدف الاستراحة، وهدف الطمأنينة. الوحدات يسجل في الأنفاس الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، وسحاب يتلقى هدف أعتقد موجع، موجع جدا في هذا التوقيت، مؤلم جدا. خلينا نشوف قصة الهدف. الإبعاد كان من المحارمة، عادت لا منذر وضعها داخل منطقة الجزاء، ورجائي عايد بدون رقابة يسجل هدف التقدم في 90 في الدقيقة.